والناموس. حضورنا الكريم مشاهدينا ومستمعينا الكرام، التواصل يستمر والانطلاقات تتجدد شوطا ويتلوه الآخر. ترحيبنا يتجدد بحضراتكم وينطلق بحفظ الله تعالى ورعايته الشوط الرابع عشر ضمن تحديات وانطلاقات هذا الكرنفال التراثي المميز بحضور هذه الشعارات الرائعة والجميلة، شعارات يا أبناء الغبايل. ينطلق بحفظ الله تعالى ورعايته الشوط الرابع عشر المخصص للحقائق البكار. نتمنى التوفيق لجميع المشاركين الحاضرين والمتواجدين والباحثين عن الناموس المميز في هذا الصباح الجميل. وهذا هو شوط الختام، ختامها مسك مع حضور هذه الانطلاقات الرائعة والجميلة وما بين هذه الشعارات، شعارات يا أبناء الغبايل. نعود وإياكم حضورنا الكريم إلى معترك الأبطال، إلى معترك الأقوياء ما بين هؤلاء الأبطال المشاركين الذين يريدون أن يحققون الناموس المميز مع حضور هذه الانطلاقات وهذه الشعارات الرائعة والجميلة. نبدأ وإياكم مع المركز الأول ومع الصدارة ومع المقدمة، أرى حاملة رقم 39 تتواجد بشعار بن جبر، يتواجد مع بدرة لراشد بن ناصر بن راشد الجبر النعيمي. وهذا هو شعار مكلفة من حصلت على ناموس الشوط الثاني عشر، تتواجد هنا مع المركز الأول وشعار مكلفة، هذا هو على ظهر هذه البطلة المتواجدة بدرة. بينما ثاني المراكز أرى الغدوم والحضور من قبل وجود وانطلاقة جود لمحمد بن وليد بن محمد بن إبراهيم السيد، يتواجد هنا وينطلق مع المركز الثاني، هذا هو شعار أريده، يتواجد وينطلق مع ثاني التحديات. المركز الثالث يتواجد وينطلق هذا الشعار المميز وهذا الانطلاق الرائع والجميل، شعار السندباد القطري، هذا هو يتواجد الآن وينطلق مع حضور المتحدة. نعم متحدة تتواجد مع حمد بن سالم بن علي بن جهويل النابت المري، يتواجد ويقدم لنا المتحدة مع ثاني المراكز. المركز الثالث يتواجد هنا وينطلق هذا الحضور المميز من قبل وجود وانطلاقة العابرة المتواجدة مع سعود بن سعيد بن علي بن سعيد الجحافي. الدور والنغلة عند المركز الرابع وهذا الانطلاق المميز من قبل وجود وانطلاقة نخوة لراشد بن حسين بن محمد بن حريدان المري، شعار بن حريدان الحاضر والمتواجد مع هذا الانطلاق المميز. المركز الخامس يتواجد هنا شعار بن جبر مع خامس التحديات، لكن نعود إلى المركز الأول، نعود إلى الصدارة والمقدمة والكيلومتر الأخير، الكيلو المثير يا متأخرين يا محبين النواميس يا متأخرين، وصلنا إلى الكيلو وما بعد الكيلو. نعود إلى المركز الأول والصدارة، هذا هو شعار السيد، ينطلق هناك مع الصدارة ومع المقدمة ومع البداية، يحضر بهذا الانطلاق الرائع والجميل. بينما من حريدان غادم مع المركز الثاني، غادم مع ثاني التحديات مع هذا الانطلاق المميز. بينما ثالث المراكز يصل شعار بن جبر مع ثالث المراكز، لكن السيد هناك مع المركز الأول يغرد خارج السرب وحيدا هناك. يا سلام، الله 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 يا جود 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 جود، تنطلق في المكان المميز والرائع والجميل، الله الله الله. لكن وصل من جبر مع المركز الثاني، يتواجد مع بدرة مع ثاني التحديات، بدرة مع المركز الثاني. لكن السيد لا زال هو البطل، لا زال هو المتوج بناموس هذا الشوط، لا زالت صامدة صمود الجبال حتى هذه اللحظات.
الله الله السيد وابن جبر في عصار ثني، بدر ودر، بدر وجود، جود وبدر اللحظات الأخيرة، لكن جود جود جود، بدر بدر بن جبر، السيد 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 يحقق الناموس المميز. تهانينا لك والناموس على هذا الفوز المستحق. تهانينا لمحمد وليد بن محمد بن إبراهيم السيد على فوز جود وتحقيقها بناموس هذا الشوط. المركز الثاني اللي ما قصرت حقيقة بدرة من حلت وصيفة على ناموس هذا الشوط لراشد بن ناصر بن راشد الجبر النعيمي، بينما ثالث المراكز المركز الثالث نخوة لراشد بن حسين بن محمد بن حريدان المري، بينما ثالث المراكز أو رابع المراكز نعم المركز الرابع شوهيل لسالم بن محمد بن علي آل حديد. أما خامس المراكز المركز الخامس وصلت فيه مشاهدين الكرام العابرة لسعود بن سعيد بن علي الجحافي، وكانت جود هي البطلة الحاضرة المتوجة بناموس هذا الشوط، قطعت المسافة في توقيت زمني مقداره 4 دقائق و48 ثانية و12 جزءا من